وأولاد صغار وكان برا بالوالدين شفيقا على الأولاد برا بالوالدين il était bienfaisant envers ses parents شفيقا على الأولاد et compatissant envers les enfants وكان يذهب كل يوم في الصباح إلى المرعى ويرعى الماشية المرعى le pâturage يرعى الماشية il faisait petre. صن بتاي ويرجع بها في العشاء فيحلبها ويسقي والديه يحلبها ثر صن بتاي ويسقي والديه وابرويse واولاده الصغار وكان ابواه واولاده الصغار ينتظرون قدومه قدومه سافني ولا ينامون حتى يحضر الرجل ويسقيهم مرة ذهب الرجل بالماشية إلى المرعى فبعد في طلب الشجر والعلاف فتأخر ذلك اليوم العلاف c'est toute nourriture pour le bétail que ce soit du foin ou autre chose فرجع إلى البيت وقد ذهب كثير من الليل Et une grande partie de la nuit était passée وانتظر أبوه وأمه طويلاً، وكان أبوه جائعاً، أبوحف. وكانت أمه جائعة، ورقد أبوه ورقدت أمه، رقد دوميرو، بعد الانتظار الطويل، ورجع الرجل ودخل البيت، فوجد أن أباه الشيخ قد رقد، وأن أمه العجوز قد رقدت العجوز لفي فم. فتأسف الرجل غوغغيتي وحزن كثيرا وندم على تأخيره وقال: أسفا إني تأخرت اليوم في المرعى وبعدت في طلب الشجر والعلف لأرعى الماشية حتى رقد الشيخ ورقدت العجوز. أسفا إلاس وفكر الرجل هل يوقظ الشيخ والعجوزة وكره الرجل أن يوقظ الشيخ والعجوزة وكان أهله وأولاده ينتظرونه وكانوا جياعا جياعا جمع جائع فطلبوا منه اللبن ولكن الرجل كره أن يسقي أهله وأولاده قبل والديه وخاف الله وقال كيف أسقيكم ولم أسقهم إني إذا لمن الظالمين وحلب الرجل الماشية ووقف ينتظر أن يستيقظ أبواه وبقي واقفا والقدح على يده والأطفال يبكون ويسيحون عند قدمه ولكنه لم يسقهم شيئا من القدح ولم يشرب وبات قائما والقدح على يده، وطلع الفجر واستيقظ والداه، فقدم الرجل لهما قدح اللبن فشربا ثم سقى أولاده، وقد رضي الله عن هذا الرجل الذي كان برا بالوالدين، رضي الله عن هذا العمل الصالح وقبله. ومرة كان هذا الرجل البر ماشيا في الليل فرأى غارا فقال أبيت الليلة في هذا الغار وأخرج في الصباح ودخل الغار ليبيت فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليه الغار انحدرت سدت عليه الغار et refermer la grotte sur lui. « Fadara Allah bi al Ramali salihi wa Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtira'a wajhika fakshif hadhi saharata »« Ibtira'a wajhika » en recherchant ton visage. « Fa'ajaba Allah da'wata hadha rajuli as-salihi wa a'anahu »« Fadilatu shurli »« Les vertus du travail » « Inna rajulan minal ansari atan nabiya nabiya sallallahu alayhi wa sallam yas'aluhu »« Yas'aluhu » ici c'est lui demander l'aumône. « Fakal Ama fi baytika shay'un »« Qala bala »« Hilsun nalbasu ba'dahu »« Wana basutu ba'dahu »« Wa nashrabu fihi minal ma'i »« El-Hilsu » c'est une sorte de couverture que les Arabes utilisaient à l'époque, soit dans la maison, soit sur leur monture. والقعب سي une sorte de قال اتني بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين يعني الحلس والقعب قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم من, من يزيد على درهم قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ درهمين فأعطاهما الأنصاري وقال فأعطاهما إياه الفعل أعطى ينسب مفعولين اثنين المفعول الأول هو هما ويرجع إلى الحلس والقعب والمفعول الثاني هنا هو الضمير المنفصل في محل النصب مفعول به الثاني إياه ويرجع إلى الرجل الذي اشتراهما اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك نبذ ينبذ بذوس. littéralement le fait de jeter une chose وشتري بالآخر قدوما فأتني به القدوم، c'est une sorte d'ustensile que les ébénistes ou les bûcherons utilisent. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب احتطب غمس دبوا سفين دو ولا أرينك خمسة عشر يوما النون هنا نون التوكيد لا أرينك فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نقطة في وجهك يوم القيامة. Donc il lui a dit le prophète saindans la bani sallam fait que tu travailles est meilleur pour toi que le monde soit. pour toi une tache dans ton visage, au kriyama. Et ceci est conforme aux nombreux hadiths qui mettent en garde sur le fait de demander et de faire l'aumône. Tel ce hadith qui est dans Sahihain, le hadith de Mnurmar, où le prophète alayhi dit, que l'homme ne cessera de questionner jusqu'à ce qu'il vienne au Qiyamah et il n'aura plus de chair sur son visage. Tarni el waladi fi Et tarni c'est les chants. Le fait de psalmodier une chose. أشرقت الشمس وقد ولى الظلام هاربا، أشرقت الشمس سانتيي بغيي، ولى الظلام هاربا، إي لي تنابر أون بخي لافويت، إلو ولى سي ليترالمون لو فاي دو، باختيغ، طوني لو دو، هاربا، أنفيون، فالشكر لله الأحد، شكرا عظيما واجبا، ما أحسن النور أرى، فيه الأمور باسمة، ما أحسن النور. Ici, Nour est un bihi". ma de bihi. Ma'ahsana, c'est ce qu'on appelle Usloubu et ta et Nous étudierons cela dans des livres plus avancés. El Umura basima, basima, souriante. Wattairu tachdu sahara, ala al-gosu qaima, at Wattairu les oiseaux chantent, sahara, à l'aube. Ma'ahsana noura al-bahi, fihi ajiddu amila. ajidou c'est le fait de travailler avec ferveur. إني أود دائما ألا أكون خاملا إني أود سرت جو désire دائما طول الوقت temps ألا أكون خاملا que je ne sois pas inactif خامل c'est l'inactif l'endormi الله قد أجارني سرت الله ما بروتيجي من كل شر في الظلام شكرا له وقد صانني شكرا له على الدوام أصدقائي لي أربعة أصدقاء أصدقاء هنا ممنوع من الصرف لعلة واحدة وهي وزن التأنيث لأنه يعني ينتني بألف التأنيث الممدودة حسن وقاسم وعمر ومحمد أما حسن فولد مهذب حليم مهذب بيانجوكي لا يكذب ولا يغضب أحبه لأدبه وحلمه Je l'aime pour son comportement. Wala c'est la clémence, la bonté la mansuétude. Wa huwa rafiqi fil madrasatin. Rafiqi mon compagnon. Wa jari fil Et mon voisin dans le quartier. Wa sadiqi mundhu 40 Et il habite dans notre quartier depuis 40 min Et illa لم نتخاصم في هذه المدة مع أننا نسكن في حي واحد (تخاصم سديسبيتي) ونقرأ في صف واحد ونذهب جميعا إلى المدرسة ونرجع جميعا وقد تخاصم كثير من الأصدقاء وأرى كل يوم بعض الأولاد يتخاصمون ويحب أبي وأمي حسنا ويفرحان برفاقته son بصناعه لأنه ولد ليس فيه شر ويحبني أبو حسن ويراني كولده أما قاسم فولد ذكي نشيط تراه دائما مسرورا لا أذكر أني رأيته قد محزونا قد جميع محزونا تخيست وهو ذو أخبار وحكايات يسر أصدقاءه بأحاديثه وحكاياته ويحبه أصدقاؤه وهو مجتهد في الدروس لم يرسب في امتحان إن شوي أما عمر فولد يتيم يسكن في حينا أيضا أمه عجوز تكتسب بالخياطة الجانب وتنفق على ولدها ولكن عمر ولد كبير نفسي لا يقبل منها شيئا ثيابه رخيصة ولكنها دائما نظيفة يحبه جميع المعلمين لصلاحه وأدبه واجتهاده ومواظبته المواظبة لسدوته ولم يرسب عمر في الامتحان الا مره وحزن كثيرا وحزنت امه لما رسب عمر في الامتحان واراد عمر ان يترك المدرسه ولكن شجعته امه وقالت انا اكتسب بالخياطه وانفق عليك ورجع عمر الى المدرسه واجتهد كثيرا ونجح في الامتحان في السنة الثانية وبرز في الامتحان برز في الامتحان لوفيدو شحب أما محمد فتلميذ نجيب مجتهد جدا يبرز في الامتحان كل سنة ولد كاتب جيد الخط يعرف كتابة الرسائل وهو متقدم في الصف ومواظب على الدرس وجميع اصدقائي محافظون على الصلوات مواذبون على الدروس ولم نتخاصم قط ولم نغضب وارجو الا اكون شر الاصدقاء je souhaite ne pas être le pire des amis الكلمات الجديده بر bon juste pieux شفيق compatissant مرعن، pâturage ماشيات علف L'aliment du bétail. Asafan, de regret. Hilson, une sorte de couverture. Karbon, un type de récipient. Kadomon, une herminette. Nouktatoun, un point, une tâche. Tarnimatun, champ salmodi. Rafir, un compagnon. Rifakatoun, compagnonnage. Qattou jamais. mahzon, non triste. Mouadibon, assidu, persévérant. Najibon, noble. Riatatatoun, couture, métier de couturier. Halaba, shata, trah. رقد دغمير، سمرادف نام، تأسف، غوغريتي، سمرادف حزنة، انحدر لفيت دو ديغنغولي، سدت صخرة على زيد الغارة، نبذ الشيء إلى جوتي، احتطب غمسي دو أشرقت الشمس سنتي بغيي، شدا الطير يشدو شدون شانتي، مرادفه زق زق، جد في العمل، سابليكي فورتمون. Et sérieusement, « Ajara Allahu al-mu'minin »« Protéger »« Takhasama al-tulabu »« Se disputer »« Barraza al-talibu »« Surpasser ses camarades »« Al-asalibu al-jadida »« Walla dhalamu hariban » Quand nous disons « Walla hariban » c'est littéralement « prendre la fuite ». Ici, c'est une métaphore pour dire que le jour est arrivé les ténèbres ont pris la fuite. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa ala nabiyyuna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi